السلام عليكم، وكل سنة وأنتم بخير. اليوم بدي أعطيكم سر خلطة قهوة الموكا اللذيذة. بيلزمني كوب ونص من الحليب المجفف، كوب ونص. بحب أعطيكم معلومة، هي إنه كل المواد اللي حطها طحنتها بالطحانة، ملمسها لازم يكون ناعم، حتى الحليب طحنته. بيلزمني كوب من السكر الناعم، نص كوب من القهوة الفورية أو سريعة الذوبان مطحونة كمان بالآلة، هي بتكون حبيبات مثل هيك، وبيلزمني ربع ملعقة شاي من الفلفل أو البهار الحلو، ربع ملعقة شاي من القرفة، نص ملعقة شاي من الفانيليا، ورشة ملح بحر خفيفة. وأخيرا بنخل نصف كوب من الكاكاو الغير محلى فوق الخليط. بس قبل ما اعمل هالشي بدي اسخن كوب من الحليب حتى يتزامن جهوزه مع نهاية تحضير الخلطة. فرجيكم كيف بعمل فنجان قهوة الموكا. بسخن كوب حليب تقريبا قد هيدا، إذا خلال تسخين الحليب راح نخل الكاكاو الكاكاو لازم تنخلوه، لأنه حتى لو طحنتوه بضل حبيبات، خاصة لما ما يكون محلى. من هي ما بيأثر البقايا. وبرجع بواسطة خفاق مثل هيدا أو شوكة إذا ما عندكم، بخلط المواد جيدا حتى تصير خليط واحد منسجم. فضيه بمرتبين، فضيه مرتبين مثل هيدا او اي مرتبين عندكم، بملعقة مثل ما شايفين كمية كبيرة، هيدي غالي كتير بالسوق. أنا ما كلفتني أكتر من دولار. الحليب صار جاهز. اذا هذا المرتبين حطيناهم
حطيت فيه الخليط اللي جهزته، حألصق عليه كلمة موكا، هلا بدي اعمل فنجان قهوة موكا. اذا بيلزمني لكل كوب من الحليب بحط 3 ملاعق من خليط الموكا، رح خلي المكيال بالمرتبين لانه كل كوب من الحليب حيلزم 3 ملاعق، فالانسب خليه جوا. مثل ما شايفين عندي الرغوة الجميلة تبعت قهوة الموكا كأنها خالصة مثل الخليط الخالص اللي بتشتروه. حركه جيدا. اللي حلو انه الخلطة صحية، ما فيها كميات مخيفة من الصوديوم ولا نكهات اصطناعية ولا تلوين ولا مواد حافظة ولا شحوم مؤذية. على العكس فيها الحليب المغذي المليء بالكالسيوم، القهوة بالكاكاو اللي فيه مضادات أكسدة، والشي بكبح السرطان. السكر فيكم تستبدلوه بسكر غير مبيض مستخرج من الفاكهة، بتطحنوه بيصير ناعم مثل السكر الأبيض. فيكم تتحكموا بكتير أشياء، فيكم تستخدموا حليب بلا دسم وتقللوا كمية السكر، تحطوا ربع كوب بالخلطة بدل الكوب إذا كان عندكم مشكلة سكري بدون ما يتأثر طعم. وبالإضافة لكل هالإيجابيات بيجي التوفير. خلطات الموكا بالأسواق كتير غالية، كمية اللي حضرتها لو اشتريها من الأسواق بتكلفني أكتر من 8 دولار أو 10 دولار حتى، بينما كلفتني أقل من $1، وإعدادها استغرق أقل من دقيقة مثل ما شفتوا. وبالنهاية برش شوية كاكاو على السطح وبدوق قهوة الموكا. طعم مذهل أطيب من التجارة، والملمس لذيذ وسلس شبيه بالملمس والرغوة اللي بنحس فيها لما بنشتري الموكا التجارية. فعلا طيبة. الحلقة انتهت، هلا رح ارفعها على اليوتيوب انا عم بشرب فنجان الموكا اللي حضرته. لمشاهدة كافة حلقاتي ضغط على الرابط اسفل هالشريط او فتشوا في اليوتيوب تحت ايهاب بلانت كلمة وحدة، وما تنسوا سبسكرايب. الى اللقاء.